الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. هل تعلم أن من أكبر مهالك ابن آدم أن يقول بما لا يعلم؟ ففي جامع الترمذي وفي كتاب الصمت للحافظ عبد الله بن محمد أبي بكر القرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قل خيرا وإلا فاسكت. وذلك لأن من أكبر مهالك ابن آدم أن يقول بما لا يعلم أنه جائز فيحلله، أو يقول بتحريم شيء لا يعلم له مستندا في شرع الله تعالى. فالقول بجواز شيء والقول بتحريم شيء إن لم يكن مستندا إلى شرع الله تبارك وتعالى فهو باطل وبال على صاحبه. لذلك استحسن أهل العلم، أهل الورع، أهل التقوى كلمة لا أدري فيما لا يعلم الشخص أنه جائز أو أنه غير جائز. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وزدنا علما، ونعوذ بك من حال أهل النار.